لو راح الاهلي مبروك، لانه ماشي. انا بتكلم دلوقتي على الطلبات بتاعته، رايك فيها ايه؟ مناسبه؟ هو يطلب اللي هو عايزه براحته. براحته. اه مشروع. توقعاتك ايه؟ هيجدد؟ ما هو بالارقام والحاله اللي موجوده لا مش هيجدد. وارد. كابتن وائل؟ دي لعبه، لازم نعرف انها لعبه. بمعنى؟ من فتوح، لان هو النهارده لو راح النادي الاهلي ياخد 30 35 40 لا. استحاله. لا. اذا هو بيلعب على النادي الزمالك. اه. طيب نادي الزمالك لازم يحسبها. عندي واحد زي فتوح. المبلغ كبير. اه كبير. اه. هل انت هتجيب زي فتوح بمبلغ اقل من ده؟ لا. يعني ب 10 15 مليون؟ لا. اقول لك سيبه ما تاخدوش. مش هتجيب، وعارف ان انت في المجمل ممكن تجيب لعيب زي ده لو انت اشتريت مثلا لعيب، لان اكيد مش هتجيب لعيب فري زي فتوح. اكيد اكيد. تمام؟ فاكيد ان انت هتشتري لعيب، هتشتريه بكام؟ وهتديله كام في الموسم؟ فاذا يبقى فتوح الاولى.